ثم نأتي بعد ذلك إلى ما ذكرنا من التقوى والأخلاق، وهذا حقيقة صعبة، يصيح ويسب ويهرج ويقع في النار وغيبة ونميمة وهوسة، هذا مو صالح واقع، هذا صورته صورة الإنسان وواقعه واقع شيطان. تأثروا الآن، الآن عدلوا أخلاقكم، الآن عدلوا تقواكم، الآن أشعروا قلوبكم التقوى والخوف من الله. إذا ما صنعتوا هذا الصنيع يعني أعماركم راحت تافهة وما عندكم لا مستقبل لا حال. الآن المسلمين لماذا الله تعالى معرض عنهم؟ لأن حقيقة كثير منهم مموت، الآن الله معرض عن المسلمين وكلهم إلى أنفسهم، هذا يسترهم وهذا يصفعهم وهذا يكفخهم وهذا يسبهم وهذا يهينهم، وبلادهم متأخرة محلولة مشتتة. هذا اسم الله لا شك فيه، لأنه ما كعتم تقوى. بطبيعة الحال كل شيء له استثناء، لكن التقوى المشعر قلب الإنسان به. أصلا ما مر على المسلمين فترة بحد تأخر اللي الآن موجود، يعني فترة العباسيين فترة متأخرة في حياة المسلمين لا شك فيه، فترة الأمويين فترة متأخرة، لكن متأخرون لأنفسهم. الآن احنا متأخرون للكفار الغربيين والشرقيين واليهود، أكو فرق بين التأخرين. يعني حجاج كان متأخر ومن أهل الجحيم، الحاكم في العراق الآن متأخر ومن أهل الجحيم، لكن الفرق حجاج كان لنفسه يقتل الناس، هذا يقتل لأربابه يقتل الناس، يعني أذل من حجاج. شو هذا حاضر لا شك فيه، يعني بهذا التأخر أبدا ما كان عند المسلمين في تاريخهم الطويل. جيب هذا التأخر عبيد الغير، على كل كان كافر كان فاسق كان فاجر، لكن لنفسه، مو كافر وفاسق وفاجر وهو عبد أيضا. فالإنسان يجب أن يشعر نفسه التقوى وحقيقة يخاف من الله، حقيقة يرتبط بالله، ثم أخلاقه، أخلاقيات الإنسان مع الناس، جمعه للكلمة، مداراته، هذا يقول هذا لا يكون، هذا يقول هذا لا يكون، هذا يقول هذا لا يكون، هذا يقول هذا سيء، هذا يقول هذا سيء، تفرقة، تشتت. شوف بلادنا أي فرصة أكو في 1500 مليون مسلم، وتعال ابدأ بنا، ابدأ بنفسك أيها الإنسان. الإنسان يجب أن يبدأ بنفسه، يشوف الحقيقة هو قابل، هو مؤهل، هو مورد أو لا. نبدأ بنفسي، هذا يصبح من التقوى ومن الأخلاق، أخلاقيات. إذا صار مو زين ويفر الإنسان بعد اتهم حاجم ادخل فيه بالوقيع دق عليه، هذا طبيعة اللي في قسم من الناس موجود، يزعل وما أدري كذا ويعارك ويخرب ويفتن، هذا قابل أن يتقدم أصلا؟ تقوى الأخلاق، العلم، القلم، البيان، الحفظ، المؤسسات. الآن أنتوا أمامكم في 6 أشهر من الفصحى إلى شهر رمضان، ربوا أنفسكم في هذه الأمور،